مشاهدينا من كل مكان، مساء الخير. حلقة جديدة النهاردة وبرنامجكم ستات دوت كوم. كلامنا النهاردة هيكون عن حاجة بتعمل حرب شعواء في البيت. زمان كانت الست كل اللي مطلوب منها بس انها تغسل وتطبخ وتربي العيال. طبعا الوضع مختلف دلوقتي، الست بقى مطلوب منها انها تشارك، انها تأسس البيت، انها تشارك في مصروف البيت لو امكن ده، انها طبعا يبقى كتفها جنب كتف جوزها في كل المجالات. طيب زمان كان مطلوب منها الحاجات دي؟ لا، كانت بس تقعد في البيت وتربي العيال. طبعا ما كانش ينفع انها تطلب من جوزها اي حاجه، وكانت امينه وكان هو سي سيد. طبعا الوضع اختلف، ولكن مازال روح سي سيد متقمصه معظم الرجاله لحد دلوقتي. سؤال حلقتنا النهارده بقى، يا ترى انت بتساعد مراتك في شغل البيت؟ جوزك بيساعدك في شغل البيت؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. مساء الفل خاله نفتالينا، مساء الفل مدام امان، مساء الخير عليك، منورنا. طبعا موضوع حلقتنا النهارده هيعمل مشاكل في البيت بشكل كبير جدا، في كل البيوت اعتقد. لا ان شاء الله مش هيعمل. انت عمرك يا خاله طلبتي من جوزك انه يغسل لك المواعين؟ انا جوزي مش زي اي راجل. انا جوزي راجل جوه البيت وبره البيت. حلو. ما يجيش شجيان واطلع عينه في البيت واقول له زي بنات اليومين دول، لا انت عليك غسيل المواعين وهو لسه راجع، مش هطبخ لك الا ما تطبخ معايا. كل حاجه وليها اصول. صحيح. واللي يقول يقول، انا عندي كل حاجه بالاصول. يجي بيقعد باشي زي ما بتقولوا كده، والاكل يتحط له والاكل والشرب لانه مكفي بيته. يبقى مكفي بيته بره البيت وجوه البيت كده افترى. طب هسالك سؤال تاني، هل انت بتربي ابنك، انت عندك طبعا بنات ولاد ربنا يخلي، هل انت بتربي ابنك على انه ما ينفعش ابنك مثلا يشيل مطرح مكان لانه يغسل مطرح المواعين بتاعته؟ لا ده ولدي، ما هو مصيره يتغرب مثلا، لو أيوة. اتغرب مين هيطبخ له؟ هو هيطبخ لحاله. لازم اعلمه ازاي يعتمد على نفسه. لكن لو اتجوز ست زي ما هو هيستتها، هي برضو تحطه تاج فوق راسها. يعني ما ينفعش انه يشارك في الاعمال المنزليه؟ يشارك بالاصول. تعبانه يعمل معاها، يشيل معاها عيل لو هي مرضانه، لكن ما هوش واجب عليه. طب مدام ايمان اتفضل، من وجهه نظرك شايفه ان الكلام اللي بتقوله خلاص صح؟ يعني انت بتربي ابنك مثلا، هل مثلا ممكن يكون ابنك وبنتك قاعدين فتقول مثلا قومي حضري الغداء لاخوكي؟ اه هو ده بيحصل، بقول لها قومي حضري الغداء لاخوكي، او بيحصل الكلام ده. وبس انا رايي يعني ايه، ما دام في تفاهم ما بين الزوج والزوجه والاعمار متقاربه والثقافه متقاربه والحاجات دي، مش عيب ان هو لا انا مش بتكلم على زوج وزوجه بس، انا بتكلم على اسلوب حياه، بتكلم على اسلوب تربيه. تمام. يا ترى انت مثلا عندك طبعا ربنا يخلي ولاد وبنات، هل انت بتميزي البنت عن الولد في شغل البيت، على الرغم ان هما الاثنين بيروحوا الجامعه، هما الاثنين بيتعلموا، هما الاثنين لو حد بيشتغل يبقى الثاني برضو اكيد بيشتغل او بيدور على شغل، يعني ما فيش حد فيهم قاعد في البيت ومتست زي ما الكلام. تمام تمام. هل انت بتميزي مثلا ممكن تقولي امك لاخوكي قميص، ولا بتخليه يعتمد على نفسه في ان هو مثلا على الاقل يغسل؟ انا نفسي ان هو يعتمد على نفسه. بس مش عارفه تخلي، يعني انا نفسي، بس هو مادام هما بيكبروا عند سن معين بيبقى صعب ان انت تمشي عليهم كلمه يعني. انما انا نفسي ان هو يروق اوضته، نفسي ان هو يكوي لبسه، نفسي ان هو يحضر لنفسه مثلا اكل، انما لو مش موجوده في البيت واخته مش موجوده في البيت بيعمل لنفسه. يعني احنا عايزين نقول ان في كل البيوت روح سيد متقمصه الولد من ساعه ما بيكون ولد صغير لحد ما يكون. لانها موروثات، هي موروثات فينا، الراجل راجل والست ست مهما اتعلمت. ثانيه واحده، طب ما هو زمان كانت الست فعلا ست وكانت قاعده ومتستته، النهارده الست مش متستته، النهارده الست بتشارك جوزها في كل حاجه، البيت تاسيسه بالنص، المشاركه كمان في المصاريف. بس هي تشتغل ترجع الظهر، هو ممكن يطلع من شغلانه لشغلانه. مش شرط، ممكن يبقوا هما الاثنين في نفس المجال. هي مش كل الاحيان، يعني ممكن واحد يكون فعلا بيشتغل شغلانه واثنين، وممكن زوجه بتكون قاعده في البيت وزوجها تكون عامله بتشتغل موظفه. فهي بتختلف من هنا ان ايه، يعني هو دماغه بتبقى مشغوله بعد كده، مشغوله بمصاريف زياده هتحصل، لكن هي كل اللي بيشغلها بعد ما بترجع الاكله الحلوه، تربيه العيال، مذاكره العيال، خلاص بيصبر عليها. اذا كان في تنظيف ولا حاجه بيصبر عليها. طب ما هو كتير جدا الست بتشارك في مصروف البيت، ما تقدريش تنكري ده، كتير جدا. لا بتشارك 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 وبتشارك بنسبه كبيره جدا كمان. يعني ربنا خلقها، ربنا خلقها لكده، ربنا خلقها هي عندها القدره لكده، هي دي قدرتها. قدرتها على انها تشارك في مصروف البيت؟ لا مش في مصروف البيت، انا بتكلم مصروف البيت ده من عندها.
يا ترضى يا ما ترضاش. دي حاجه ترجع لها، هو ما يقدرش يغرمها على كده. ما دام انت وافقت ان هي تشتغل يبقى هي مفروض زوج منها ان هي تشارك، لان هو سمح لها بكده. لكن هو في ستات يقول لها اقعدي انا اقدر اصرف عليكي، لكن هي تقول لك اذا بتقولوا كده اعمل بتقولوا عليها ايه دي وضع ولا كاريرها دي ولا كارير. ايوه كيانها ايوه طيب خلاص بس هو حبا فيها حاجة. هو حبا فيها خلاها تعمل، يبقى ما تقصريش وتقولي يدك بيدي. طيب. او تساعدني غصب عنك. لا. او مش بخلق الطبخه لانك ما غسلتش الحله اللي تحت الفوق. هو الموضوع مش عند ولا تحدي، هو لا. الموضوع احنا بنسال سؤال، هل من الممكن او ليه قصدي ما يحصلش ان الراجل مثلا خلص اكله بالهنا والشفا، طب ايه المشكله لو غسل الصحون اللي اكل فيها؟ هم البنات اليومين دول بيعتبروها فرض، ويقول لك ايه الرسول كان بيساعد اهل بيته. ايوه السلام. الرسول كان بيساعد اهل بيته، ما قلناش حاجه، وهو قدوتنا كلنا. لكن بالاصول هو ما كان بيدخل يساعد اهل بيته للتودد، للتودد للزوجات والتودد، لكن ما هوش فرض عليه. هم اليومين دول البنات بيعتبروها فرض، انا زيي زيك، انت بتشتغل انا بشتغل، انت بتاكل انا باكل. طيب بس مع احترامي ليكي، الزوجه مش ملزمه بشغل البيت. مين قال كده؟ دينيا انت بتتكلمي من الناحيه الدينيه، هل الزوجه دينيا يا مدام ايمان ملزمه لا. انها بشغل البيت؟ لا مش ملزمه ان هي بشغل البيت. مش ملزمه ابدا. هتسيب البيت كده خربان تقول لا هي مش هتسيبه خربان. هو طبعا ما فيش حد لا. ما بينظفش مكان ما هو قاعد، ما فيش حد ما بيغسلش مطرح. امال هي لازمتها، هي لو لها ظروفها الصحيه هي مش مساعداها في البيت، لو لها ظروف صحيه مش مساعداها البيت. لا هو الجواز اساسا يعني ده عقد للمتعه ما بين الزوج والزوجه وليس عقد للخدمه. لكن احنا ده زينا زي البهايم. أيوة. لا مش زي البهايم. لا مش زي البهايم قاعده، ما هي معاشره، انت بتعتبريها ان هي معاشره، هي مش لا معاشره، ده عقد لتكوين اسره. احنا ربنا ميزنا عن باقي الحيوانات، ربنا كرم المرأة عن باقي البشر ان احنا لينا عقل نفكر بيه. يبقى مش من العقل ان انا اجي عليه كفايه اللي هو فيه. لا صح، ما دام من العقل ان احنا نفكر يبقى احنا زي ما بنحاول ان احنا نقلد الغرب في كل التطورات اللي هم بتحصل عندهم والموضه والمزيكا، يبقى من الاولى ان احنا على الاقل نبص للتصرفات الايجابيه اللي بيعملوها علشان يحافظوا على كيان الاسره. يعني مثلا بره لو الولد صحي الاول مره مثلا الام بتصحى، تاني مره الاب بيصحى. انت تقولي بره لما تكون احنا، لما تكون امنا خواجاية، لكن احنا امهاتنا مش خواجات. لا ملهاش علاقه بالخواجات، احنا بنتكلم ان احنا دي عندنا تقليد البلد كده قوي. يعني هم بلدهم كده، بلدهم كده واحنا الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام انت نفسك بقولتي ان هو كان بيشارك زوجاته، كان بيشارك زوجاته تودد، مش فرض. ومفيش حاجه في الدنيا لا بصي، لا فرض على الزوجه انها تشتغل وتقوم بشغل البيت كله، ولا فرض على الزوج برضو، لكن ده بيكون نوع من انواع المشاركه. احنا بنتكلم هل يا ترى احنا عندنا اولادنا من وهم اولاد صغيرين. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا على سبيل المثال انا بقول لبنتي حضري الاكل لاخوكي، لا في اوقات بنكون في عندنا حاجات في البيت جامده مش قادرين نشيلها، مش قادرين ننقلها، مش قادرين نعملها، بيعملوها الشباب بيعملوها. الست تقول ايه لجوزها؟ ما تقولوش مش زي يعني زيك متعود. تقول له ايه؟ والله ما حد هيقدر يشيل دي غيرك، يا سلام لو شلت معايا دي، افتح لي برطمان الصلصه الله يبارك لك كده. ايوه لكن مش انا شلت وانت تعمل، انا طبخت وانت تقوم تغسل. لا لا مين اللي قال كده؟ احنا مش عايزين. لا الموضوع ما بيجيش كده ابدا، ما بيجيش كده ابدا. هو الموضوع مش عند ولا تحدي، هو الموضوع بتكون مشاركه ايجابيه من الراجل، علشان مش هقول لك ان هو يريح زوجته، لا علشان دي حياتك برضو، فلازم انتوا الاثنين عاملين زي كفتين الميزان. مين اللي بيوازن الامور كده وبيحببها في البيت؟ هي اللي تقولها بطريقه كويسه. اصل الراجل ما بيسمعش من اول مره. يعني لازم زي العيل الصغير، عانت في حاجه خلاص هي ما تخليش الطلب امر. طب. يعني ما تخليش الطلب امر ان هي بتامره. طب سؤال فضل. ليه لو الزوجه اثرت في الاعمال المنزليه بسبب وجود طفل صغير، بسبب حاله صحيه، بسبب ان شغلها عندها ضغط فيه، بسبب حتى حاله نفسيه، ليه بتتحط تحت مسمى انها زوجه مهمله؟ اصل الطفل الصغير ما هياش حاجه. لا انا قلت لحضرتك الحاجات دي، انا قلت لحضرتك قبل كده ان الـ 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 الام اللي هي البنت اللي بتتجوز وفي بدايه حياتها وبتخلف لازم يبقى في تاثيرات. الطبيعي ان يبقى في تاثيرات. احنا هناخد تليفون معانا مدام نجلاء نشوف رايها ايه. الو
الو الو ايوه مدام نجلاء، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، الحمد لله. منوره، الله يخليكي، اتفضلي. الحمد لله، الله يخليك. والله انا ليا رأي، يعني ان هي لا، يعني الزوج مش لازم ان هو يساعد زوجته الا في ظروف معينه، يعني لو ظروفها صحيه تعبانه، لو هي لو في كود حب بينهم يعني، انما مش شرط اساس ان هو يساعد. لا احنا ما بنقولش ان هو اجبار، جعلت للبيت تمام، والزوج جعل ان هو للمصدر الرزق. طيب السؤال بقى، انت بتشتغلي يا مدام نجلاء؟ نعم. انت بتشتغلي؟ انا بشتغل. طيب هل ممكن جوزك يشاركك في الاعمال المنزليه من باب الحب او الود، ولا شايف ان ده دورك لوحدك؟ ممكن يشاركني في اعمال البيت بالود والحب وكالمساعده، ان انا طبعا عارف ان انا ببقى تعبانه في شغلي وجايه، انما مش شرط اساسي عليه ولا اجباري عليه. ما فيش حد مجبر، احنا مش بنتكلم على الاجبار، احنا بنتكلم هل الزوج بيشارك، هل ليه دور في الاعمال المنزليه، ولا بيلقي دايما اللوم عليكي في انك انت مهمله او مقصره؟ هو في زوج تبص تلاقيه بيقول لك ايه، انت مهمله فيا، انت مهتميه بالبيت اكتر مني كده، وفي زوج بيبقى متفاهم ان انت بتعملي ده واجب عليكي، ان لازم ان انت اللي توضبي بيتك، تنظمي حياته في بيته. تمام، يعني انت مشاركانا الراي ان لازم الزوج يشارك زوجته في الاعمال المنزليه من باب الحب والود، ومن باب ان الحياه تمشي وما يحصلش مشاكل، مظبوط؟ لا بالظبط كده، مظبوط كده. طيب تمام، هي متفقه معانا في الراي، متفقه معانا، متفقه معايا انا صح؟ مش مع خالنا فلينا. متفقه معايا انا صح؟ شكرا لاتصالك مدام نجلاء، شكرا ليكي ولرايك. الست بتقول ان لا هو مش مجبر، احنا ما بنتكلمش على الاجبار يا جماعه. احنا بنتكلم ده بيتك زي ما هو بيتي، وزي ما انا شاركت في تاسيس البيت. لكن هي الملكه فيه. هي ايه؟ هي الملكه فيه. طبعا ما هي اساسي. احنا ناخد عزت. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه عزت، ازيك؟ الحمد لله. والله حضرتك انا ام عندها كانسر، تمام؟ الف سلامه عليها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. انا ساعات باجي من الشغل بلاقي تعبانه بقى، ساعات بغسل المواعين، بغسل الهدوم، اي لو بلاقي تعبانه بعمل كده من نفسي، مش فرض عليا ولا اي حاجه، واختي لسه متجوزه ومش فرض عليا اعمل الحاجات دي، وساعات باجي من الشغل تعبانه ساعات بعمل الحاجات دي، بغسل المواعين، بغسل الهدوم عادي. يعني انت بتشارك والدتك علشان خاطر ماما تعبانه، الف سلام عليها. لكن يا عزت مثلا لو مراتك ومش تعبانه ولا حاجه، وانت شايفها ولا انت تعبان، يعني ما فيش حد فيكم عليه ضغط ولا حاجه، وبتشتغل في المطبخ، هل ممكن تقف تغسل معاها المواعين مثلا؟ لا ساعات ممكن اساعدها عادي. انت متجوز يا عزت؟ لا لسه ولا كان لسه متجوز اختي، لسه ان شاء الله تتجوز يا عزت، وابقى قول لنا ساعتها بقى هل انت ممكن تشارك مراتك في غسيل المواعين ولا لا؟ لا عادي، انا اما النظر اساعدها عادي في الاول بس. تمام، شكرا لاتصالك يا عز. في مشاركات ايجابيه اهي، يعني في ناس فعلا ما عندهاش مشكله على فكره. ناس كتير على فكره بتساعد زوجاتها وبتساعد اهلها في البيت، ناس كتير وشباب كتير. تمام كتير، يعني الموضوع مش متواجد. لا متواجد، لا انا بحس ان هو بقى يعني مش بحس ان دايما الزوجه هي اللي دايما بيترمي عليها عيب الاعمال المنزليه، حتى لدرجه وهو قاعد عادي ما وروش حاجه، اعملي لي شاي. طب ما هقول لحضرتك على حاجه، طيب ما في برضو حاجات من ضمن مهام الزوج بتقوم بها الزوجه، يعني كتير. في حاجات كتير جدا جدا جدا، يعني تعالي مثلا لو الاولاد في المدرسه مثلا عندهم مشكله على سبيل المثال، هي اللي بتروح وبتوصل، هي اللي بتروح وبتوصل، لو مثلا تمارين. في استدعاء ولي امر هي اللي بتروح. صحيح، لان هو في هي شغل. اللي بتروح هو في شغله وبتداري على عيالها. هي في شغله، هي غلطانه، هي بتشتغل وهو كمان بيشتغل. لا هو كده بتتكلم عن اللي قاعده في البيت. لا لا لو بتشتغل. طب ناخد عبد الفضيل. الو، ناخد اتصال. الو، السلام عليكم. ايوه صحه وبركاته، عبد الفضيل اتفضل. ممكن اشترك في البرنامج؟ طبعا انت معانا، اتفضل. انا بالنسبه للراجل ايوه
المفروض يساعد زوجته بس مش فرض عليه ان هو يساعدها. تمام. انت متجوز؟ اه متجوز. بتساعد مراتك؟ بصراحة قول الصراحة. هعرف. بتساعد مراتك؟ لما تبقى تعبانة شوية أو عندها مثلا ظروف أو عندها حاجة أو عندها مشوار عند مامتها وكده ممكن أساعد. طب ومن غير ظروف ومن غير حاجة؟ يعني وهي عند مامتها بتساعد بتجيب أكل جاهز ليك. طب من غير ظروف ومن غير مشاكل ومن غير ما هي عند مامتها، لو انتوا قاعدين في البيت عادي ومفيش حاجة وهي واقفة بتطبخ، هل انت ممكن تقف تشاركها مثلا وتشتغل معاها في المطبخ؟ عبد الفضيل شكرا لاتصالك يا عبد الفضيل، حاول تكلمنا مره تانية عشان ترد. هرب عبد الفضيل الراديو. عارفه انا اقول لك على حاجه، زمان كانوا ايه واحنا ماشيين كده واحنا بنات صغيرين يقولوا لنا ايه تتجوزيني واغسل لك المواعين، دي من نوع من انواع المعاكسه، اتجوزيني واغسل لك المواعين. ما كنتش اعرف ان الموضوع فعلا المواعين صعبه. انا عايزه حد من اللي كانوا بيقولوا اتجوزيني واغسل لك المواعين يظهر في حياتي تاني. يظهر في حياتي تاني. زمان كانت فعلا كميه الاعمال المنزليه كبيره قوي، لكن النهارده يمكن الست عندها غساله في الاوتوماتيك وغساله الاطباق وغساله، صح كده؟ كانت الست زمان كانت ست اه، وكانوا على الساعه 12 الظهر تبقى مخلصه العجين والغسيل وعامله المطبخ. اه لا ده كانت الفجاه اكلت الطيور وحضرت الفطور. صحيح وكانوا اه صح كده. منور ازيك يا منور؟ عليكم السلام يا منور، اسمك ده غالي عليا قوي، اتفضلي يا منور. الله يخليك يا حبيبتي. دلوقتي انا جوزي ما بيساعدنيش في اي حاجه خالص، وانا عندي بنت عندها تعب في الكلى وبجري بيها وبروح بيها مشاوير الدنيا بحالها، ولو جيت البيت زي ما هو والاكل ما اتعملش، لو جيت المغرب اجي اعمل اكل واعمل شرب، ما فيش اي حاجه ولا في اي مسؤوليه، حتى انا نفسيتي تعبت ما فيش اي مسؤوليه من ناحيته خالص، اجري بالبيت واروح هنا واروح هنا تعبت الصراحة وما بيعملش أي حاجة. ألف سلام عليها يا أم نور. طب أنا عايز أسألك سؤال، هل لو أنت قصرتي بيحاول إن هو يلوم عليكي؟ بص حضرتك ساعات وساعات، يعني ساعات يقول لي مش عارفة إيه أنت ما عملتيش ليه مش عارفة إيه كده، وساعات بيسكت يعني، بس أنا مش مقصرة بس تعبت يعني نفسيتي تعبت من كتر يا ده بيأثر على نفسيتك وممكن يأثر على العلاقة الزوجية كمان، يعني يأثر على علاقة. بتشتغل كم شغلانة؟ وعلى فكره مأثر على العلاقه الزوجيه لان مدتها قد ايه؟ طب خاله بتسالك بتقول لك يا ترى شغلته مدتها قد ايه؟ يعني هل بيبقى مثلا راجع مرهق جدا من الشغل علشان ما يساعدكيش؟ هو حضرتك بيشتغل يومين وبيجي اربع ايام من البيت. طب يعني اتفضل. اربع ايام البيت يعني الراجل شقيان طول اربع ايام بيجي كل اربع ايام البيت، بيقول لك بتشتغل يومين بيشتغل يومين واربع ايام اربع ايام يعني عنده الفرصه متاحه ان هو يعمل معاه ويساعدها. الغلط عليها من الاول، بنته ينزل بيها الشوارع. على فكره انا اللي ضربته من الاول، عودته شفتي هو ما يعملش حاجه خالص. خلاص ايوه انا اللي عودته من الاول على مسؤوليه كده. البنت مسؤوليه مريضه. ما انت عندك مريضة. عندك ولاد تانية يا منور؟ اه عندي ولدين وعندي بنتي دي تعبانه، فهو حتى لو يعني انا بنتي نسبتها في الكلى كانت مش كانت. والولدين قد ايه؟ نعم الولدين قد ايه يا منور؟ عندي ولد عنده 14 سنة وولد صغير لسه عنده 4 سنين. أنا بنتي النسب بتاعتها ما كانتش متظبطة لأن كنت تعبانة جدا، فقال لي الدكتور قال لي إزاي ما بيدوهاش دواء زي جوزك تين ما بيسألش، لو ما ادتش أنا الدواء ما عندوش قدرة على تحمل المسؤولية. طب السؤال يا منور، هل أنت بتحاولي تصلحي الغلطة دي وتحاولي إنك أنت تطلعي الولدين عندهم قدرة على تحمل المسؤولية؟ بيشاركوكي في أعمال البيت مثلا؟ ولا غلطتي نفس الغلطه تاني؟ ابني برضو مش ابني الكبير برضو ما بيساعدنيش، انا ممكن بنتي تعبانه هي اللي تساعدني والولد الصغير هي بتعاني تطلع الولاد. طيب هو دي انت كده بتكرري غلطتك مرتين، يعني مره مع جوزك اللي عودتيه ان هو ما يشاركش في اي حاجه، وابنك المراهق المفروض برضو يتحمل مسؤوليته على الاقل الشخصيه، برضو بتخليه طلع مش شايل اي مسؤوليه، صح كده؟ بقول له بيقول لي مش شغلي. طيب ما لا لازم يبقى في عقاب. الحياه تعاون، يبقى نظافته واكله مش شغلك، صح؟ يعني على الاقل حاجته. طب على الاقل هدومه، على الاقل عوديه حتى لو عندك غساله، اغسل هدومه، اغسل التيشيرت ده، اقلع الشرابه واغسله. لا 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 مش كده خالص. تقول له كان الرسول عليه الصلاه والسلام في مهنه اهلي. ما فيش الكلام ده، انا بعمل كل حاجه، حتى كل حاجه بعملها، لو رحت المشوار في بنتي ابقى قبلها عامله كل حاجه، غسيلي واكلي وشربي وكله، ومنظفه بيتي ومظبطه الدنيا كلها، ما فيش اي حاجه هم بيعملوها. يا ست كل ربنا يديك الصحه، بس اللي انت بتقدري تعمليه النهارده
مش ممكن هتقدر تعملي بكرة. يعني اكيد كل انسان وليه طاقه، فطبعا انا منور شكرا لاتصالك. اللي انت بتعمليه النهارده وقادره عليه تعمليه، ممكن بكره ما تقدريش تعمليه. لازم يا منور، علشان دي غلطتك انك انت مش هتطلعي جيل صح كده عنده قدره على تحمل المسؤوليه. فلازم لازم يشاركوكي، لازم. علشان معانا محمد سعيد. احمد سعيد. احمد اهلا يا احمد، ازيك؟ ازيك، الله يخليك. يعني الله يخليك. انا طبعا انا بساعد مرتي في حاله ما هي ايه تعبانه، وكل اليوم اللي انا قاعد فيه من غير شغل وكده بساعد معاها كتير يعني. مش عندي تكبر في اي حاجه. تمام. حتى لو هي مش تعبانه صح كده؟ حتى لو مش تعبانه بس معاها وبيغمى على الله معاها في البيت يعني. حتى يعني مش برفض الشغل يعني، حتى اليوم اللي انا قاعد فيه بساعد معاها فيه. شكرا يا احمد. بصي، هو واحد اهو بيعمل عكس اللي بتقوليه. تواد محبه مش فرض. ومين قال لك ان احنا بنفرض عليه؟ احنا ما بنفرض حاجه لا على حد. لا فرض لا. شكرا لاتصالك يا احمد. احنا ما بنفرضش على حد حاجه. احنا بنسال هل دلوقتي زي الست اللي اتصلت المنور. طب انا قلت ما بالاصول بالمحبه، يعملها بالمحبه مش اجبار عليه. انا قلت يعملها محبه، تودد، قرب. طب ما انا كمان مش مجبره على ان انا اعمل اعمال منزليه صح كده؟ لا دي مجبره، دي وظيفتها اللي ربنا خلقها عليها. بختلف معاك يا خاله. انا بختلف معاك. ازاي انا ابقى مجبره على اني انا انظف هدومك؟ لان هي دي دنيتها. طب ما انا بشتغل وهو بيشتغل وانا بشارك في مصروف البيت مثلا يعني. طب انا تعبانه مثلا يعني. بيساعدها بس بالمحبه مش بالاجبار. انا برضو مصره على رايي ان الحياه مشاركه، وان لازم لو في مثلا ولد صغير الام صحيت مره، وهما الاثنين على فكره مش مثلا بيقول لك الافم واتنين يشيلوها اتنين بس. برافو كده صح. يعني هو هيقوم بالليل يرضع الولد؟ لا مش هيرضع الولد. يعني يجيبه لها ترضع. يجيبه لها. انا يعني ليا في تحفظ في موضوع ان يعني كمان المشاركه بتاعت تربيه الولاد دايما. انت يا هانم ابنك يا هانم التربيه حياتهم هما الاثنين، بدليل ان ربنا قال ايه؟ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. الاثنين ما قالش ربتها او ربته. تمام. ناخد اتصال اسلام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. ايه يا اسلام، انت متجوز؟ متجوز ومع محمد الحمد لله. ربنا يخلي يا اسلام. صراحه كده بتساعد مراتك في شغل البيت؟ بصراحه يعني هي جنب كل حاجه ابدا. هي اللي بتعمل كل حاجه. تمام. يعني انا بشتغل باجي من الشغل الاقي كل حاجه معموله. كان عندنا فرح برضو، لقيت مراتي برضو كل حاجه عاملاها تمام. في البيت. فوق وتحت. في البيت عندي الشقه فوق وعندي والدي في تحت. طيب ما دام هي كويسه لازم انت كمان من نفسك تساعدها. دي يعني مادام هي كويسه معايا مش يعني زي بنات اليومين دول. حضرتك يعني هو مش فرض عليا. ما هو مش فرض عليك، بس انت بنفسك بتقول ان انت لقيتها عملت كل حاجه فوق وتحت وعملت كل. يعني انت من نفسك اسلام اعمل معاها ساعدها. يا اسلام دي تشيلها فوق راسك، مش زي بنات اليومين دول، مش هتلاقيها تاني. شكرا لاتصالك يا اسلام. معانا مصطفى. ايوه يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. برحب بحضرتك بوجود الجماد اللي معاكي. شكرا يا مصطفى. اهلا بحضرتك. والله انا شايف ان الموضوع بتاع المساعده ده ملوش علاقه بحته تعب او مش تعب يعني. هو الموضوع ليه علاقه ان ممكن يكون الحياه مشاركه. صح. ان احنا نشارك بعض في كل حاجه يعني. هو الموضوع مش موضوع ان انا عشان خاطر زوجتي تعبانه فانا بعمل لها. صح. هي احيانا في لقمه اصلا بتبقى مالهاش طعم غير لما الانسان يقف يعملها بنفسه. صح. ودي بتبقى نوع من انواع الحب يعني. يعني دي بتعبر للي انا قلت حاجه بتعبر للي معاك عن الحب يعني. فهو مش الموضوع مش موضوع ان انا لازم عشان خاطر هي يكون عندها سبب فانا اساعدها. لا عادي، هو موضوع بسيط يعني. انت متجوز؟ انت متجوز يا مصطفى؟ متجوز. وعندك ولد؟ الحمد لله. ربنا يخلي. يا رب الله يخلي. يعني انت مش شايف عيب ابدا ان هي مثلا يعني تكون واقفه بتطبخ وانت تغسل مواعين او تشوف تنظف او تعمل، يعني مش عيب صح؟ انا قلت من باب التودد. لا تماما مش عيب خالص. ايه العيب في كده؟ هو يعني
يعني ايه المشكله ان انا حاجه بالنسبه لها وانا انا قرار ربنا مثلا قومني عن الست واداني القدره واداني الصحه اكتر، الحاجه اللي هي بالنسبه لها تعب بتبقى بالنسبه لي انا اصلا مش تعب. يعني مثلا ان انا اقف 5 دقائق مثلا اغسل مواعين، ان انا اساعدها في اكل بيت، الكلام ده كله مفيش في اي مشكله. صحيح. فانا بصراحه مش متفق تماما مع راي الخاله اللي مع حضرتك. فيعني هو شكرا يا مصطفى. انا قلت بالتودد، انا ما قلتش فرض، انا بقول لك بالتودد بالمحبه. شكرا يا مصطفى. ناخد ابو يحيى. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ابو يحيى. ابو يحيى مطروح يا فندم. اهلا وسهلا بيك، منورنا. الله يخليك. الحلقه كلها رجالي النهارده يا جماعه، كل الناس عايزه تشارك. مش حريم. ايه ابو يحيى، بتشارك في شغل البيت ولا لا؟ قول الصراحه. طبعا والله بتشارك في شغل البيت. امال مين اللي ما بيشاركش؟ كل الرجاله بتشارك في شغل البيت حتى لو ما بيشاركش. ايوه بتشارك بنظره الشقه معاه. شكلك بتاكل؟ نعم يا فندم. بتاكل بس الاكل اللي انت بتشارك بيه؟ بنقول لك بنشارك بننظف الشقه معاها، ساعات ابقى جاي من الشغل ونيجي ننظف الشقه وسايق معاها الشقه وهي مش معينه ولا حاجه. ربنا يديك الصحه يا ابو يحيى ويكتر من امثالك. والله العظيم عشان بتحبها. مش اه اكيد بيحبها. نعم. مش مراته، هو هيكرهها ليه؟ وبعدين طبعا ملهاش علاقه بالحب. من باب المحبه. يجي من الشغل ونساعدها في كل حاجه، وساعات نشغل الغساله برضه نغسل هدوم معاها عادي. لا كده كتير. والله العظيم ثلاثه وحياه ابني. هو خلاص حلف. انا مصدقاك يا ابو يحيى ومقتنعه بكل الكلام اللي انت بتقول. لا انا مصدقاك والله من غير حلفين. علشان انا شايفه ان ده الطبيعي وده العادي، لان احنا عايزين حياتنا تبقى احلى. طب انا هبقى حياتي حلوه ازاي وانا نايم ممدد كده وفي واحده ست عماله تور زي النحله؟ شكرا لصالك يا ابو يحيى، متشكره ليك قوي. كان في مره نازلين صوره كده على الفيسبوك، راجل بينشر الهدوم وفضحوه علشان بينشر هدوم ولا بينشر عادي يعني ده حاجه طبيعيه صح كده؟ انا شايفه انا في بدايه حياتي كنت عايش انا كده يعني صغيرين اساعدها ماشي، لكن مش هطلع انشر. يعني انا في بدايه حياتي وكان معايا اولاد صغيرين، ولادي كانوا صغيرين، لما كنت اغسل كان جوزي بينشر غسيل. والله انا جوزي مش هنشره الغسيل يعني انت ولا هغسله حاجه. الله. طب انت لو تعبانه؟ طيب لو تعبانه هو هيراعي تعبي. ايوه لان انا راعيته في صحتي. طب ما هو هيراعي تعبك، هيخرج ينشر الغسيل. قاعده ماسكه كوبايه شاي ومش عايزه. ما ماليش مزاج، ما عنديش تلال الدنيا يعني، ماليش مزاج سنه يعني مثلا. لا اكيد مش سنه يعني. طيب مزاجي قال لي يوم اتنين تلاته الدنيا مش هتخرب. طيب يعني لو هو مثلا مزاجك قال يوم اتنين تلاته وما عملتيش حاجه مش هيتعصب عليكي؟ حجه. الله بقى. والله بقى. مساعدة الزوج بتولد ألفة جميلة. طيب نشوف أم محمد. أيوة محمد، أبو محمد. أبو محمد ازيك؟ الحمد لله تمام، أخباركم؟ أهلا وسهلا بيك، اتفضل. إيه رأيك في كلام خالة نفتالينا وكلام مدام إيمان؟ وحضرتك إحنا في مجتمع، أنت مع مين فيه؟ يعني رأي راجل وست ست فيه برضه ما ينفعش نفرض الاثنين. بعدين جيت لي شغله ما ينفعش أقول للزوجة اصرفي على البيت. بالظبط. زي ما ينفعش أخلي الزوج يغسل أطباق والمواعين والكلام ده ويحضر أكل البيت. ماشي لو في ظروف ممكن هي تساعد مصروف دي مساعده البيت. دي حاجه مساعده احنا تعبانة. هو مش امر حضرتك ان حضرتك يعني لازم تعمل، احنا بنقول المساعده المساهمه الالفه بين الزوجين، مش بنقول ان هو امر عليك. لو ساعد مره في مره تبقى حاجه اساسي على طول. بالظبط. طب ما عادي، ايه المشكله يعني ان انت تساعد مره في مره ويبقى في بينكم مساعده على طول؟ البنات اللي من دول بيعتبروها اساسي، ما دام ساعدت مره عليك بقى ده فرض عليك. ولو مره قصر هتبقى فرض عليك. بالظبط. عمرها ما هتتفهم كده. لا يا استاذ محمد، ما لمش السفره النهارده، ما انتش واكل بكره. مش هتتفهم كده. لا انت معاك اولاد كبار طيب في المدرسه؟ لا ما معاكش. بكره لما يكبروا ولادك هتلاقي ان هي بتقوم ببعض مهام من مهام بتاعك انت. لما يكبروا شويه هتقوم في مهام كتير. اصل العمليه مش عمليه ان انت تجيب فلوس وبس يعني، هي مش عمليه. حضرتك بتقول هو انا هقول لها روح هاتي فلوس؟ انت مش هتقول لها كده. طب كل واحد متقسم دوره. صحيح. بس دور الزوج مع دور ماشي الزوج. يا ابو محمد احنا بنتكلم في نقطه. طب ما يمكن ظروف حضرتك ما شاء الله بنقتدي يعني بجيبك، ممكن في غيرك ما عندوش امكانيات ماديه فمحتاج مراته تساعده. هل انا ساعتها هقول لا بقى؟ بس ما تقدرش يفرضها، يفرض عليها انها تساعده ماديا. بالظبط. لا ولا هي تقدر تفرض عليه ان هو يشتغل معاها في البيت، لا ده فرض ولا ده فرض. ما هي حضرتك بتبقى تعود ساعد فيه تعود ماشي، اما عمل معاها مره واثنين وثلاثه فبتبقى بالنسبه لها كده ايه اتعودت عليه لازم. يعني انت ضد ان الراجل يساعد مراته في الاعمال المنزليه؟ لا
مش ضد ضد لو ما تبقاش الزام ما هوش فرض حاجه زي كده ماشي تعبانه في ظروف ماشي اما غير كده طب لو ما عندهاش ظروف ومش تعبانه وبتقول لك تعالى ساعدني خلاص زي ما هو بيأثرش في شغله هي تعمل شغلها بس طيب ماشي انت دي وجهه نظرك يعني ماشي شكرا لاتصالك يا ابو محمد اهو واحد واحد صفر واحد في فريقك اهو ولا اتنين واحد واحد ابو يحيى اتصل بينا تاني ايوه الو ايوه احمد ماكن ايوه 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 ابو يحيى اتفضل احمد اتفضل انت معانا على الهواء بس اقفل التلفزيون واسمعنا من التليفون احمد ماكن البهاري اهلا وسهلا بيك اتفضل ايه رايك في كلامنا النهارده انت ضمن فريق مين والله انا بالنسبه لي بنساعد مراتي في كل حاجه ربنا يديك كل حاجه بنساعدها في ما غير هي ما تكون تعبانه او عندها ظروف او عندها اي حاجه طب ولو ما عندهاش ظروف ومش تعبانه لا بساعدها برضو من غير هي ما تطلب تمام بساعدها برضو من غير هي ما تطلب يعني انت شايف المشاركه مش حاجه بتقلل منك ولا بتقلل من رجولتك ولا سيادتك لا 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 ابدا اطلاقا خالص انا قلت دلوقتي هتقلل بقول لك من باب التودد والمحبه بس ما هوش فرض عليك لا 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 والله هي من غير ما تطلب حاجه حتى انا لما ما عنديش اي ظروف بساعدها في كل حاجه بخش المطبخ اغسل المواعين وممكن نعمل اكل معاها بعمل معاها كل حاجه ونظف الفرشه ربنا يديك الصحه عندك ولاد صبيان صبيان عندي طيب وانت ما عندكش مشكله ابدا ان ابنك ممكن يساعد مراته بقى في المستقبل لو ابنك طبعا مش لا لا طبعا بالعكس ده انا لما بنلقاه كده بنقول له قوم ساعد امك شويه او ماما شويه او كده واعمل حاجتك بنفسك ربنا يا مفيش اي مشكله خالص يعني صح ربنا يكتر من امثالك فالمفروض يعني المشاركه تكون موجوده يعني مع بين الزوج والزوج يعني حتى لو في البرنامج بس انا من موقعي هذا بحييك انت يا ابو يحيى وكل الناس اللي بتتبنى كل ابو يحيى يعني كل الناس بتتبنى فكرتك دي والله العظيم انا بشكركم جدا علشان يعني فعلا شغل البيت احيانا يكون فعلا عامل زي يعني بيعمل هيستيريا كده ما بيخلصش ما بينتهيش ففعلا انت لو حسيت بمراتك وقفت ساعدتها نوع من انواع المشاركه الوجدانيه حتى عشان ما تحسش ان هي لا هم البنات دول لو يسيبوا النت هيعملوا كل شغل البيت ويخلصوا على الضهر النت بقى ولا مش لا ليه برضو ليه برضو ايه برضو ما هو النت زي ما ليه مساوئ ليه مفايد برضو ايوه لا مالناش دعوه بمساوئ النت مش موضوعنا لكن اكيد انا ما هو بيثقفهم برضو انا محتاجه النهارده اوصل لنقطه هل يعني روح سيد هتفضل متملكه من كل الولاد او من كل الذكور لحد امتى ناخد اتصال ايوه يا ليلى ليلى انت معانا يا ليلى أيوة السلام عليكم اخيرا ست عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام يا ليلى اتفضلي والله انا عايزه اقول لحضرتك انا عايزه اقول لحضرتك ان ايه ان ربنا جعل لنا بينكم موده ورحمه بقول لك يا ليلى انا هطلب منك طلب على السريع كده فما فيش مشكله ان الزوج يساعد زوجته او ان هو الو اسمعيني من التليفون يا ليلى اقفلي التلفزيون لو سمحتي ارجوكي في وقت النزول شكرا لاتصالك يا ليلى ود زي ما انا قلت لك محبه وتودد محبه وتودد سعد مش فرض لكن مش اساس ان لا مش اساسي مدام ايمان اتفضل بس سريعا لا يساعدها يساعدها حتى يساعدها. لو مش تعبانه حتى لو مش تعبان لازم يبقى في بينهم ود ورحمه تودد ما تقوليش لو يساعدها ولا ما يساعدهاش مش تودد تعبانه لا يساعدها بالمحبه ما يساعدهاش يعني لو هي مش محتاجه مساعده ما يساعدهاش لا سي سيد يقعد عامل كده اهو ايوه وهو سي سيد هو سي سيد واجيب له كوبايه شاي اكيد طيب هيفضل طبعا الموضوع نقاش مش هينتهي وهنفضل في صراع ابدي ما بين ان الست اللي خلاص ما بقتش امينه والراجل اللي لسه لابس عبايه سيد مش بيساعد ومش بيشارك في شغل البيت شكرا بس للناس كل اللي اتصلت قالوا ان هم بيساعدوا لا طبعا بشكرهم شكرا للناس اللي اتصلت كلها اللي ساعدت او ما ساعدتش شكرا للراجل اللي دايما بيكون سند لزوجته في كل المواقف السراء والضراء طبعا احنا بنشكره وربنا يكتر من امثالك شكرا لضيوفي الجمال جدا اللي متفقه معاهم واللي مش متفقه معاهم شكرا لكل الناس اللي كانت معانا النهارده وشافونا ومعرفوش يوصلوا لنا استنونا في حلقه جديده وكلام جديد وستات دوت كوم باي باي